اوكي، بسم الله. كده خلينا نكمل مع بعض الدرافايز درايفر، والمحاضره دي هنبتدي نتعامل ان احنا نكريت فايل، والفايل ده نبتدي نفتحه ونبتدي نشوف ان ده بيرفلكت على الدرايفر بتاعنا. بس عايزين قبل ما نبتدي نشتغل عملي ونشوف الكلام ده بنفسنا، عايزين نفهم معلومتين. المعلومه الاولانيه هو ايه اللي بيحصل بيهايند سين. اللي بيحصل ان انت في اليوزر سبيس بيبقى عندك فايل، الفايل ده مش بيتكريت لوحده، لا، هو الطبيعي الموضوع بيمشي بالمتشقلب شويه. انت بعد ما بتعمل الدرايفر، الدرايفر ده هو اللي بيكريت لك الفايل. طيب السؤال اللي يبتدي يتولد في دماغك دلوقتي، هو الدرايفر بتاعي اللي انا عملته ده وعرف يكريت الفايل، خلاص هنقول انه عارف يكريت فايل، لما بنروح انا اكلم الفايل ليه بيجي يكلم الدرايفر ده ما بيكلمش اي درايفر تاني؟ لان الموضوع معتمد على اكوردنج حاجه اسمها الميجر نمبر. ان انا الفايل ده دلوقتي لما يروح يكلم الدرايفر ده مش بيروح يكلمه من الحب كده ولا الوطن، لا، هو الفايل ده بيروح يكلم الدرايفر اللي رقمه 50. الفايل ده بيروح يكلم الدرايفر اللي رقمه 50. كلمه 50 ده هو ده الميجر نمبر، وانا بعمل الدرايفر بقول له انت يا درايفر رقمك 50، فخلاص يبقى الفايل ده رايح يكلم الدرايفر ده اكوردنج للميجر نمبر، فالميجر نمبر ده 50. طيب وبعد كده بيبتدي الدرايفر بتاعك يروح يكلم الليد. طب افرض ان انت عندك كذا ليد، هل طبيعي بقى كل ما اجي اوصل ليد اروح اعمل لها درايفر؟ الموضوع هيبقى رخم شويه. فقال لك لا، احنا هنعمل درايفر واحد هو هيبقى رقمه 50، وهو ده المسؤول على الهاردوير اللي اسمه ليد، وكل ما هتزود ليد، يعني عندك ليد 1 ليد 2 ليد 3، فهنزود في الماينور نمبر، يعني حاجه شبه الباتش كده. فهيبقى مثلا الليد 1 دي هي ماينور نمبر 1، الليد 2 ماينور نمبر 2، واكوردنج ده هتلاقي ما بقى عندك ان هو بيكريت لك فايلات، يعني فايل 1 فايل 2. لو رحت تكتب في فايل واحد هيروح يكلم الدرايفر، وفي الدرايفر جوه انت عندك سويتش كيس بقى، سويتش ان ده ماينور واحد ولا هو جاي لك من سويتش من ماينور اتنين. والله ماينور واحد يبقى جاي لك من الفايل ده، يبقى روح كلم الليد دي. والله سويتش مثلا دخلت في ماينور اتنين، يبقى هو جاي لك من الفايل ده، كلم الليد التانية. ودي باي ذا واي اللي كنا اتكلمنا فيها في البرومو، لما عملت ان انا كنت بتحكم في تو ليد، ليد جرين وليد يلو. ما هو ليد جرين وليد يلو كان هو درايفر واحد بس بيقدر يماب ما بين تو ديفايسز. اختصار القول، عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان اليوزر سبيس لما بيروح يتعامل مع الكيرنل سبيس، حاجه مهمه جدا لازم يبقى فاهم منها المينور والماجر، الميجر والماينور نمبر، لان هما اللي بيمابوا الكلام ده. اي فايل يروح يكلم اي درايفر اكوردنج للميجر نمبر. طب انا مثلا فور اكزامبل، لو انا عايز افهم الحوار ده اكوردنج لللينكس، لو انا فتحت فايل اسمه ديفايسز تحت سلاش بروس، الفايل ده مهم جدا، في كل الميجر نمبر للديفايسز اللي متوصله. يعني مثلا فور اكزامبل الاي سكوير سي الميجر نمبر بتاعه كام؟ 89. مش بس هنا، باي ذا واي هو متقسم لتو سيكشن، الكاركتر ديفايسز والبلوك ديفايسز. مش بس الفايل ده في الديفايسز بتاعتك اللي شغاله بالميجر نمبر، لا، انت اكشلي لو عملت ال اس داش ال سلاش ديف هيطلع لك الميجر والماينر نمبر، اهو ده الميجر وده الماينر. بص حتى هتلاقي مثلا الحاجه اللي اسمها في سي اس ده، هتلاقي الميجر ثابت والماينر هو اللي عمال يتغير. طب تعالى مثلا نجرب على الاي سكوير سي اللي احنا كنا لسه شايفينه ب 89 ده، اي سكوير سي، هتلاقي مثلا اهو الميجر ثابت وعندي كذا اي سكوير سي. تعالى نتخيل مع بعض، مثلا لو انت بتشتغل على راسبي باي او اتعاملت معاها قبل كده، هتلاقي ان انت عندك بيبقى حاجه اسمها سيريال صفر وسيريال واحد، سيريال صفر وسيريال واحد، هتلاقي الماينور نمبر بتاعهم هو اللي بيتغير ولكن الميجر ثابت. تمام. طيب خلينا بقى نبتدي نشتغل براكتيكال عملي بجد. اول حاجه بس محتاج ان انا اعملها ان انا هاش انكلود اف اس دوت اتش اللي هي فايل ستراكشر دوت اتش، لان هي دي اللي بيبقى فيها الريجستريشن، ان انت تحجز ميجر نمبر، بيبقى فيها الفايل اوبريتنج سيستم، ان انت تقول للمثل لو الفايل اتفتح ينفذ الفانكشن الفلانيه، الفايل لو اتقفل ينفذ الفانكشن العلانيه، وهكذا. طيب واحده واحده بس، انا دلوقتي عايز احجز ميجر نمبر للسيستم، هيحصل ازاي؟ الطبيعي ان هو بيحصل اوتوماتيك عن طريق فانكشن اسمها الوكيت، ولكن احنا هنعملها دلوقتي مانولي عن طريق فانكشن اسمها ريجستر كارديف. طيب مانولي ازاي؟ يعني هروح انا والله افتح الفايل ده وادور على رقم مش موجود ولا تحت ولا فوق، فمثلا من ضمن الارقام اللي مش موجوده رقم 50، يعني هو هنا 29 ونط 80، وهنا 11 ونط 56 65، فاذا رقم 50 ده مش موجود، فده جميل جدا. يلا بينا نعمل ان الميجر نمبر بتاعي هيبقى رقم 50. ويعني تريكي بسيطه كده عشان بس نريكاب اللي احنا شغالين بيه، انا خليت ان ال 50 دي هاخدها كموديول بارامتر زي المحاضره اللي فاتت بس مش اكتر، يعني عشان نبقى احنا بنراجع واحنا شغالين. فهاجي هنا كل اللي هاجي اعمله انتجر ميجر اندرسكور نمبر بتساوي صفر، واول لما هاجي اخش هنا هقول ان الميجر نمبر ده بيساوي النمبر اللي الراجل وهو بينس مود اداهولي. اوكي اي ثينك ايه ان هي كلير يعني. طيب خلينا نشوف الفانكشن اللي اسمها ريجستر تشار ديف دي بتاخد ايه. اول حاجه بتاخدها الميجر نمبر، طيب هدي لها الميجر نمبر،
تاني حاجه بتاخدها النيم بتاع الديفايس. اتفقنا ان هيكريت لك فايل، الفايل ده هيبقى اسمه ايه؟ اسم اللي هو الاسم اللي احنا هنعمله ده. فخلينا نسميه مثلا ايه؟ ماي تيست درايف. ماي تيست درايفر ده هيبقى اسم الفايل اللي احنا اكشلي هو مش ده اسم الفايل يعني، بس كيب جوينج معايا وبعد كده هنشوف حوار اسم الفايل ده بيتكريت ازاي. طيب هو ده بس ده بيبقى اسم يعني ده هيبقى الاسم اللي هيبقى موجود هنا، هيبقى الاسم اللي موجود هنا اهو اللي بيتحجز بيه الرقم يعني. اوكي احنا فين؟ اوكي. وبعد كده تعال نشوف بياخد ايه تاني. بياخد بوينتر لي استراكت اسمه فايل اوبريشنز، ده اهم استراكت يعني هنشرحه الفتره اللي جايه دي. تعال ناخد كوبي من من الراجل ده ونيجي نحطه هنا كده، وخلينا نكريت منه اوبجكت، بلاش نكريت منه بوينتر، وهاجي اقول بيساوي وافتح كل براكت واحط السيمي كولون بتاعتي اللطيفه، وهاجي عشان ما انساش بس اكوردنج للسوفت وير هحط ايه الفانكشن دي كده اهو بالشكل ده. كويس جميل قوي. محتاجين نعرف الاستراكت ده جوه ايه، فعشان اعرف هروح للفايل اوبريشنز دي، ودي ميزه الكونفيجريشن اللي احنا عملناها لما عدلنا في الفي اس كود، سهل لي اهو ان انا اروح اشوف الهيدر فايل بسهوله. طيب الراجل ده بيقول لك انا عندي اكشلي بوينتر تو فانكشنز كتيره. لو انت عنده بوينتر تو فانكشن ان انت تريد رايت، هتلاقي مثلا في حاجه اسمها اوبن، في حاجه اسمها ريليز. فكل البوينتر تو فانكشن دي هتخليها تشاور على فانكشن انت هتكتبها. ليه؟ عشان لما يجي اوبن هيروح يفتح الفايل بتاع الفانكشن بتاعت اوبن، لما يجي ريليز هيفتح الفانكشن بتاعت ريليز، وواحده واحده. خلينا نمشي ستيب باي ستيب. طيب تعالى هنعمل اول حاجه في الفايل اوبريشنز حاجه اسمها الاونر. الاونر دي ان انا بعرف جاست بس كده ان الفايل اوبريشنز ده شغال على الموديول ده. فعندنا حاجه كده اسمها ذس موديول، حاجه شبه جدا السي بلس بلس اللي هي ذس. فبستخدم ذس موديول مع الاونر، بعد كده مثلا باجي اقول له دوت اوبن بتساوي، ها بتساوي ايه؟ انا عايز اقول له بتساوي فانكشن عندي. طب انا عشان اقدر اجيب فانكشن عندي فانا محتاج اروح للراجل ده وابتدي اجيب البروتوتايب بتاعت الفانكشن دي واحطها فوقيها اكشلي وابتدي اكسكيوت الفانكشن دي. صح صح. خلينا نجيبها كده ايه بدل ما اقعد اكتب فروم سكراتش، خلينا نجيبها سريعا نكسب وقت. يبقى هي دي فانكشن اللي اسمها اوبن، كل اللي بتعملها ان هي بتاخد بوينتر للاي نود وبتاخد بوينتر للفايل. و جاست انا هنا عملت برنت كي ديفايس اوبن واز كولد وريتيرن زيرو، يعني حاجه كده بس عشان تتاكد ان الفانكشن اللي اسمها باي ذا واي. ممكن نعمل حركه لطيفه قوي ان احنا ممكن نعمل برسنتج اس ونديله اندرسكور اندرسكور فانكشن اندرسكور اندرسكور. ده ماكرو كده في سي 89 لطيف بيطبع لك اسم الفانكشن، فبس عشان نميك شور ان الفانكشن اسمها درايفر اوبن اتنادت فعلا. هي طبعا كده احنا هنميك شور بالسترنج ده، بس هي حاجه لطيفه اكوردنج للديباجنج ان انت تعمل برسنتج اس لاسم الفانكشن عشان تبقى بتقدر تتريس اكوردنج للدي مسج، بتتريس السوفت وير بتاعك شغال ازاي. طيب فهندي له اسم الفانكشن بتاعتي درايفر اوبن، وحاول تتعود بقدر الامكان ان انت ما تديفلوبش على طول، يعني مش بتكتب الكود كله على طول مره واحده كده. فذاتس واي ان انا هروح هتراي ان انا اكومبايل، لو طلع ايرور ولا حاجه هاندل، مفيش ايرورز ارجع اكمل دوت ريليز which means اللي هي الفانكشن بتاعت، خلينا نجيب اسمها بالظبط، هي اسمها ريليز اهي. دي لو انت بتيجي تقفل الفايل هيجي يفتح لك الفانكشن دي. خلينا برضو نجيبها بدل ما نقعد نكتب ونحطها هنا اهو بالشكل ده كده، ونعمل درايفر كلوز. هو عشان كده ما ساعدنيش، انا برضو في حاجه غلط نسيت اعمل الكوما فوق. الفانكشن دي بترجع ريتيرن، محتاجه تشيك على الريتيرن، بس خلينا نكمل في الفيديو اللي جاي.